القوة الروسية مهولة تزلزل الأرض، مع كل خطوة تخطيها جعلت العالم يعتقد أن سقوط أوكرانيا ليس إلا قضية أيام، لنتفاجأ بصمود مذهل للقوات الأوكرانية، صمود وضع الدب الروسية في ورطة وجعل الأوكرانيين لديهم الجرأة لرد الاعتبار لأنفسهم والتحضير لمعركة بشروطهم الخاصة. كييف تحضر لعملية عسكرية مضادة تضع العالم في حالة ترقب، عملية قد تبدأ في أي لحظة. وأمريكا تعلن أنها ستكون لاعباً أساسياً في هذه المعركة الحاسمة، وروسيا تعلم أن أي تصعيد محتمل سيقابل بضربة نووية تكتيكية. فلمن الغلبة اليوم يا ترى؟ وماذا أنت فاعل يا بوتين أمام القوة العسكرية الأمريكية؟ وهل تستخدم روسيا الضربة النووية التكتيكية في قصفها على أوكرانيا؟ الهجوم الأوكراني المضاد اقترب، طائرات F-16 في خدمة زيلينسكي، معركة ستغير وجه العالم. من كاد يتوقع أن تطول عملية روسيا الخاصة في أوكرانيا لأكثر من عام، وأن أوكرانيا بقوتها المحدودة تقف نداً لثاني أقوى جيوش العالم، يمكن الوقوف على حقيقة أن كييف تتلقى دعماً عسكرياً غربياً يتمثل بالعربات العسكرية والدبابات في الفترة الأخيرة. وهذا هو سر الصمود الحديدي للجيش الأوكراني حسب تصريحات القيادة العسكرية. ولمن إذا ما أراد الناتو أن نهزم روسيا فعليه تزويدنا بالطائرات الحربية، أمر رفضته جميع الدول الداعمة لأوكرانيا لعدة أسباب. أولها هو خشية الغرب أن تستخدم أوكرانيا الطائرات الأوروبية لضرب الداخل الروسي، وهذا ما سيعني فتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة لن تطول كثيراً حتى تتحول لحرب نووية ضد أكبر قوة نووية في العالم. موسكو التي تمتلك أكثر من 6500 رأس نووية في ترسانتها العسكرية تجعل مجرد التفكير بالاعتداء على أرضها هو سذاجة جماعية. ولكن في رؤية أخرى للوضع الحالي فإن أوروبا أنفقت الكثير ولن تتقبل أن تحقق روسيا أهدافها العسكرية وتفرض عليها شروط التفاوض. إذن فإن زيلينسكي هنا مجبر لا بطل، ولكنه يحضر إلى المعركة متسلحاً بدعم عسكري لا يستهان به. أمريكا قررت الدخول بطائرات F-16 في وجه روسيا. الرئيس الأوكراني يعلم جيداً أن مراكز صنع القرار في أوروبا بدأت تناقش جدوى تزويد بلاده بالمال والسلاح، وعليه فلا يمكنه التهاون في التخطيط لهجومه المضاد. هي ضربة واحدة ولا بد من التأكد من نجاحها. فما هي معطيات الميدان وكيف تتحضر موسكو للتصدي لهجوم أوكرانيا؟ خط الجبهة الفعال الآن يزيد طوله عن 700 متر، الكثير من الجنود في الخدمة، وفصل الشتاء اقترب من النهاية. روسيا تعلم جيداً أن منتصف هذا الشهر هو الفيصل في هذه الحرب، وبعد هجوم روسي جاءت بنتائج محدودة. يتوقع أن يدخل النزاع قريباً في مرحلة تستعيد فيها كييف زمام المبادرة، لكن موسكو استخلصت العبرة من فشل الماضي وتراهن مرة أخرى على حرب طويلة الأمد تؤكد أنها ستنتصر فيها. تمتد خريطة السيطرة الروسية من خيرسون في الجنوب إلى شمال شرق أوكرانيا، هذا يشمل الخنادق المضادة للدبابات والحواجز وخطوط الدفاع المصنعة مسبقاً. لكن مكان الهجوم المضاد قد لا يكون تقرر بعد، ويمكنه أن يسبقه فخ مع هجوم على نطاق محدود لكي يدافع الروس عن أنفسهم مما هو ليس الهجوم الأساسي. وهذا الأسلوب الذي يعتمد عليه زيلينسكي كثيراً في إنجاح العملية المضادة. في موسكو يقولون إن معطياتهم الاستخباراتية محدودة جداً، ويعتقدون أن الهجوم سيكون في باخموت المحاصرة ذات المدينة التي توقع منها رئيس مجموعة فاغنر يفيغيني بريغوجين هجوماً مضاداً، مشيراً إلى 9 أيار مايو ذكرى النصر الروسي على ألمانيا النازية. يعتمد الكرملين كما فعل منذ بدء الحرب على خزان من الجنود واصل التزايد عبر حملة تجنيد. الاستعدادات الروسية حتى لو استنفدت جهودها لا تزال تملك ما يكفي من الاحتياطي من الرجال للمساهمة في امتصاص الصدمة. الروس اتخذوا ما يكفي من الإجراءات المضادة لتعقيد أي تقدم أوكراني بشكل كبير، حتى جنود الاحتياط غير المدربين بشكل جيد يمكنهم على الأرجح الاحتفاظ بالخطوط، فأي هجوم أوكراني حتى الأكثر فعالية لن يضع حداً لهذه الحرب.
ولكن ماذا لو تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ منذ بداية الحرب كان جو بايدن من أكبر رافضي فكرة دخول طائرات F-16 الشهيرة في الحرب لسببين واضحين. أولاً، عدم تضخيم الحرب لتصبح حرباً عالمية ثالثة، وثانياً، عدم وقوع طائرات بتقنيات أمريكية في يد الروس. ولكن معطيات المعركة وضعت واشنطن في ورطة، بالإضافة لمعلومات استخباراتية تشير إلى أن القوات الروسية مستعدة لاستعمال ضربة نووية محدودة، أو ما يسميها الروس بالضربة التكتيكية. فالوقوف مكتوفة الأيدي بالنسبة لأمريكا سيعني سقوط كييف قريباً وخسارة الحرب بشكل فادح والاضطرار لتفاوض مع بوتين دون أوراق ضغط فعلية. وبالطبع فإن البنتاغون الأمريكي لن يخاطر بمنح F-16 لأوكرانيا من سلاح الجو الأمريكي، وهنا تعتقد أوكرانيا أنها ستتلقى مساعدة تشمل طائرات F-16 المقاتلة من عدة دول، بما في ذلك تدريب طاقمها. وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا يقول إن بلاده لم تلغي خيار تلقي طائرات غربية أخرى، لكن طائرات F-16 للقوات المسلحة الأوكرانية هي خيار مثالي. ومع ذلك تلقت أوكرانيا إشارات واضحة من عدة دول بأنها مستعدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل طائرة F-16. ولم ينكر كوليبا أن الحصول على طائرات F-16 هي طائرة أمريكية الصنع يحتاج إلى قرار سياسي نهائي للولايات المتحدة. لذلك يقول إن الاجتماع مع رؤساء الشؤون الخارجية لدول البلطيق والدول الإسكندنافية في أوديسا كان مخصصاً أيضاً لمناقشة ما يجب القيام به حتى تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر. اجتماع أوديسا الذي شارك به وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وأستونيا والدنمارك ودول أخرى كان تمهيداً لتزويد أوكرانيا بسلاح الجو الأمريكي من قائمة القادة الحاضرين في المنتدى. تلقت النرويج والدنمارك الضوء الأخضر لأنهما كدولتين مشغلتين لF-16 قامتا بإيقاف تشغيل الطائرة F-16 لتحل محلها مقاتلات F-35 الشبحية. وأعرب كلا البلدين عن استعدادهما لنقل طائرات الF-16 إلى أوكرانيا. فهل تستطيع أوكرانيا كسب ود طائرات الF-16؟ وكيف سيتعامل معها بوتين لو نجحت؟